دكتور بالظبط. بنشوف ناس كتير قوي برضو متخوفين من الفيلر والبوتوكس، وخصوصا من الفيلر، لان شفنا نجمات كتيره جدا ومشهورين بيبقى فيه غلطات، الشفايف بتتعوج، ما بيقدروش يتكلموا قوي، بالعكس ممكن يبقى تشويه اكتر من تجميل. تقولي لهم ايه الفيلر اللي فيه مشكله؟ الفيلر الدائم، لان الفيلر اللي احنا بنحقنه هيالورونيك اسيد ممكن ندوبه لو في مشكله حصلت، ممكن بيدوب، بنقدر نصلحها في ماده بتدوب بيدوبه يعني اون سبوت بتدوبي. الفيلر اللي فيه مشكله الدائم، الدائم يعني ممكن مهارات الطبيب برضو بتختلف شويه، والماده المستخدمه، والماده المستخدمه، عشان كده بقول لازم مهم نروح جدا لدكتور موثوق فيه ونشوف تجارب ونشوف ان هو عمل مع ناس كتير دلوقتي وبيسالوا وبيقول لك تحقيق لي، يعني الدنيا اتغيرت شويه. صح. طيب صح. هو الفيلر انواع ولا هو اي فيلر في اي حته؟ الانواع يعني في نوع ينفع للجسم بودي فيلر، في نوع بينفع للوش، في نوع بينفع للايدين، على حسب اللزوجه بتاعته كمان، بينفع بتاع الوش بتاع الخدود غير بتاع الشفايف. ايوه دي مهمه جدا، لاني ساعات يعني ناس بتبعت رسائل دايما على الصفحه تقول احنا حقنا فيلر في مكان وكلكع مثلا، فاحنا عايزين يعني في فيلر لتحت العين، في فيلر للمنطقه دي، في فيلر للشفايف، يعني هل كل حاجه ليها حاجه ولا هو يعني واحد اي حد لكل الاماكن؟ لا في مركب كل فيلر حاجه اسمها الفيسكوزيتي او اللزوجه، فدي اللي بتفرق الفيلر اللي بيتحط تحت العين من اللي تحت اللي في الشفايف اللي في الخدود. ايوه يعني لو واحد مش مختص مش هيبقى عارف، ما ينفعش يعني عارف ده ايه وده ايه. غير كده في فيلر بيعمل ديفينيشن او ليفتنج، لانه فكره امتصاص الفيلر للميه هو عامل زي الاسبونجه، فالفيلر اللي بنحطه عشان يعمل ليفتنج مش عايزينه هو يمتص الميه قوي. صح. فدي حاجه اسمها فايا كروس، نوع معين من انواع الفيلرز مش كلها بتشتغل نفس. دكتور انجي احنا عارفين داخل مركز سبكي في يعني احدث الاجهزه اللي ممكن ما نلاقيهاش في مراكز تانية كتيره موجوده في مصر، بل بالعكس هي بتعادل المراكز الموجوده. صحيح. في لبنان وفي الدول الاوروبيه. انا سمعت كتير قوي عن الفيلر اللي هو بيبقى ليوم واحد، يعني حد عنده مناسبه كده ولا عروسه او بنوت عايزه تظهر في مكان. لا احنا بنسميه ده زي الميزو ثيرابي، لان الهالورونيك اسيد في حاجه اسمها كروس لينكد ونون كروس لينكد. الكروس اللي هو الفيلر اللي بيقعد 8 شهور لسنه، الدان كروس ده زي الميزو ثيرابي، يعني حاجه بتديكي فوليوم وقتي وخلاص، بس ده مش فيلر. ممكن تعملي بي ار بي او بلازما تديكي فوليوم على فكره 4 ايام وبتروح. طب حلوه دي قوي، لان في بنات ممكن عايزه تجرب يعني تشوف شكلها يبقى حلو ولا مش حلو، فبرضه ده حلو احتياطي يا احمد. ده نوع من النضاره بيعملوها مش فوليوم. الحاجه اللي انا عايز انا يعني حضرتك تنبهي بيها برضه الناس عليها، ان في حاجات كتيره لو اتعملت هتحمي، مش لازم تدي تاثير، يعني مش لازم تحسي. ممكن تيجي واحده تبقى عايزه تيجي بس تاخد ان هي تحافظ على نفسها، ده حقيقي؟ طبعا. انا بيجي لي بنات عندهم 24 سنه 22 سنه وشهم زي الفل ما فيهوش حاجه، بس اقول لك انا خايفه اعجز، انا بشرب سجاير، انا بشرب شيشه، فعايزه اعمل حاجه. فممكن اعمل لها كذا حاجه، يعني ممكن اعمل لها ليزر كربوني مثلا، ممكن كل فتره ام بي ار بي يساعدها على يديها نضاره كويسه للبشره. ممكن لو عندها حبه تصبغات نعمل لها كيو سويتش انزياج مثلا. الهايفو بعد سن كام سنه؟ ملوش يعني سن معين. انا واحده دلوقتي سليمه وشها كويس جدا، مفيش اي حاجه خالص، تيجي تعمل امتى هايفو؟ من بعد ال 30. تيجي تعمله تحافظ على بس في ناس عندهم من قبل ال 30 برضه ترهل. يعني عندها 25 سنه تعمله برضه. بالظبط. طيب اللي خسوا جدا، انا عندنا في المركز الفكره كلها ان كل اللي جايين ثلاث ارباع الناس اللي جايين كمان بيبقوا عاملين دايت مع دكتور احمد، خاسين، عاملين باي باس، عاملين بالونه، عاملين تكميم، فطبعا دول عندهم لوس اوف ويت وعندهم ساجنج السكين عالي جدا، فدول اكتر ناس بيعملوا الموضوع ده. يعني